الأمم أمتان، أمة حية وأمة ميتة. من علامات الأمم الميتة أنها تكتشف رجالها بعد رحيلهم، تعرف قدر الشمس بعد غيابها، تعرف الفرصة بعد ضياعها. يوم اللي يموت نكتشف رجالنا شخصياتنا، هذا غير صحيح. لازم نصير أمة حية، نكتشف الرجال وهم أحياء، لأنه بعد رحيلهم لا نستطيع أن نتفاعل معهم ولا يمكن أن يتفاعلوا معنا، فقط نشوف صورهم، نتعامل مع الصورة لا نتعامل مع حياة. انظروا في بعض البلاد انتخابات، وهذه أيام انتخابات دولة عظمى، وإذا بشخص أصوله ليست من تلك الدولة، وأصوله ليست من ديانة تلك الدولة، لكن اكتشفوا فيها قدرات وطاقات ماشيين وراه، وفي نظري سيكون رئيسهم القادم. المهم هذه أمة حية. الأمة الميتة حينما ترى الغيوم والسحاب قادم، ما تروح تفتش عن ظرف، عن حفرة، عن شيء حتى تاخذ المي تستفيد من عنده، تخلي هذا السحاب يمر والمطر ينزل على الأرض الجرداء، ثم يركضون وراء الغيم وما حد يلحق على الغيم.